موضوع سيستميك سيركوليشن بقى ده تاني حاجة بعد البلمونري سيركوليشن، دي اسمها سيستميك سيركوليشن اللي هي الدورة الدموية العامة. ايه اللي بيحصل في السيستميك سيركوليشن او ايه اجزاء السيستميك سيركوليشن؟ بيقول لك الاكسجينيتد بلاد باسز فروم ذا ليفت فنتركل ثرو ذا اورتا اند اتس برانشز تو سبلاي ذا ديفرنت تيشو اوف ذا بودي. ادي اللي بيحصل اهو، الدم اهو بيتحرك من الليفت فنتركل يطلع للاورطه يروح لكل الجسم، ادي من الليفت فنتركل يروح للاورطه لكل الجسم. يحصل له ايه؟ ده الاكسجينيتد بلاد. يحصل له هنا لما يروح لكل الجسم يتاخد منه الاكسجين. اما يتاخد منه الاكسجين بيرجع من التيشو او من اجزاء الجسم مختلفه عن طريق اتنين فينز، اللي هم واحد اسمه سوبيرو فينا كيفا والتاني اسمه انفيرو فينا كيفا. سوبيرو فينا كيفا والانفيرو فينا كيفا يرجعوا الدم الدي اوكسجينيت بلاد للهارت تاني. يبقى الاكسجينيت بلاد يطلع للتيشو كله عن طريق الاورطه والبرانشز بتاعته، والدي اوكسجينيت بلاد يرجع للهارت عن طريق السوبيرو فينا كيفا وعن طريق الايه انفيرو فينا كيفا. دي اللي بيسموها السيستميك سيركوليشن. فهتبص تلاقي ادي الارتيريال بلاد طلع اهو من الهارت راح للاورطه راح للتيشو بتاع البودي، حصل له هنا ايه؟ وصل للتيشو بتاع البودي الاكسجينات بلاد، التيشو بتاع البودي خد اتاخد منها الاكسجين بقى دي اكسجينات بلاد يرجع للسوبيرو فينا كيفا، يرجع عن طريق السوبيرو فينا كيفا والانفيرو فينا كيفا يوصل للايه؟ للهارت. الهارت بقى تستقبل الدم ده وتمشيه بعد كده في البلمونري سيركوليشن عشان يحصل له اكسجينيشن والاكسجينات بلاد يرجع تاني للهارت. لكن الجزء ان هو الاكسجينات بلاد يطلع للتيشو عن طريق الاورطه والبرانشز بتاعته، او الدي اوكسجينيت بلاد يرجع من التيشو عن طريق السوبيرو فينا كيفا والانفيرو فينا كيفا يرجع للهارت، دي اللي احنا بنسميها ايه؟ اللي هو السيستميك سيركوليشن. يبقى السيستميك سيركوليشن الاكسجينيت بلاد باسس فروم ذا ليفت فنتركل اللي هو ده ثرو ذا اورطا اند اتس برانشز تو سبلاي ديفرنت تيشو، ادي وبعدين الفينس بلاد ريتيرن فروم ذا تيشو اوف ذا بودي along سمول فينز which unit to form the small veins unit to form subiru vena cava and inferior vena cava and coronary sinus which open into right atrium. تفتح بعد كده هنا ايه في الايه الرايت اتريوم، بعد كده الرايت اتريوم ينقل الفينس بلاد انتو رايت ايه فنتركل. يعني هنا دي رايت اتريوم مش رايت فنتركل، الاول الدم يجي للرايت اتريوم بعدين ينتقل بعد كده للرايت ايه فنتركل. يبقى ده اللي هو السيستميك سيركوليشن. يبقى لما نيجي نتكلم على السيستميك خليك ان الاورطه يبعت للتيشو اوكسجينيتد والتيشو يجمع الفينس بلاد في سوبيرو فينا كيفا انفيرو فينا كيفا يروح جاي للرايت ايه.